دارس. صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. ثاني مشاركاتنا الصباحية في صباح المدارس والطالبة ديمة بنت عبد الله بن حمد الزيدية. ديمة من مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي بولاية صحم، وهي في الصف التاسع. السلام عليكم يا ديمة. وعليكم السلام، صباح الخير أستاذ راشد. صباح النور يا ديمة، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كيف النشاط في الإجازة؟ والله تمام. يا مرحبا بديمة، إيش بتشاركينا ديمة في صباح المدارس؟ بقدم لكم كلمة صباحية أول شيء، وبعدين بتكلم عن أفضل كتابين قرأتهم. طيب يا ديمة يلا نبدأ بالكلمة، تفضلي. إن الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل لبداية جديدة. فانزع ثوبك القديم وألبسي صباحك الجديد ثوبا آخر. صحح أخطاءك وتطلع إلى يوم مشرق مفعم بالأمل والتفاؤل. فيمكن لهذا الصباح الجميل أن يجلب الكثير من السعادة في حياتك. لذلك عش حياتك اليوم كما لو أنه لا يوجد يوم غد، واستمتع بكل لحظة كما لو أنه لا يوجد هناك ما يقلق. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أتمنى لكم قضاء يوما سعيد مليء بالنجاحات. إن شاء الله جميعا يا ديمة، وشكرا لك على هذه الكلمة المعبرة الطيبة. طيب يا ديمة، وإيش بتخبرينا عن الكتابين؟ إيش الكتابين اللي قرأتيهم؟ رواية لا تقولي أنك خائفة للكاتب جوزيفي كاتسيلا. طيب إيش هذا الكتاب يتكلم عن إيش؟ تحكي هذه الرواية عن السيرة الذاتية لبطلة القرية الصومالية السامية، التي حصلت على العديد من الألقاب والجوائز على المستوى المحلي والوطني، وذلك قبل أن تكمل ربيعها 15. إذ استطاعت سامية بفضل تشجيع أهلها وأصدقائها أن تطور مهاراتها وتصقل موهبتها من لا شيء في ظل فظاعة الحرب التي كانت تجتاح الصومال منذ عقود. وبالرغم من الصعوبات والعقبات التي واجهتها سامية، إلا أنها سعت إلى تحقيق حلمها ولم تيأس. فقد أيضا كان أباها يردد في أذنها دائما: لا تقولي أنك خائفة يا صغيرتي، وإلا تعاظم الخوف حتى هزمك. وأرى أن هذه الرواية تحمل رسالة كبيرة إلينا، وهي أن نخاف من المحاولة وأن نتمسك بالحلم مهما كانت الظروف القاسية. بنظري أن هذه الرواية استطاع الكاتب أن يوثق قصة حقيقية ليس بوسع الخيال أن يبدع مثلها، وأرغمنا التشويق في صفحاتها على حد أنفاسنا والشعور بأننا نتحمل جزءا من المسؤولية لما يقع من كوارث في الجانب الآخر من العالم. وهناك اقتباس قد اقتبسته من هذه الرواية، وهو إن الخوف ما هو إلا أحد جوانب ترف السعادة. فحتى لو كنت خائف لا تيأس من المحاولة، استمر وأنا متأكدة أنك ستحصل على ما ستريد. ما شاء الله يا ديمة، في كم يوم قرأتي هذه الرواية؟ في يومين. ما شاء الله يا ديمة، وإيش الكتاب الثاني؟ الكتاب الثاني هو تغريد في السعادة والتفاؤل والأمل للكاتب عبدالله المغلول. طيب، يحتوي هذا الكتاب بالنسبة لي على جرعات من التفاؤل والأمل. بنظري أن هذا الكتاب كتاب خفيف تقدر أنك تنهيه في جلسة واحدة، يمنحك بريق من السعادة ويرفع المعنويات بشكل كبير، يعني حرفيا يطرد اليأس من قلبك. الكتاب ينقسم قسمين. القسم الأول عبارة عن تغريدات للكاتب سبق ونشرها على حسابه في تويتر.
أما القسم الثاني فهو عبارة عن قصص لبدايات الناجحين في حياتهم، كيف أنهم واجهوا عقبات وصعوبات ولكن بالرغم من ذلك حققوا نجاحات كثيرة، وهذه القصص كثيرة بأنها تعطيك طاقة إيجابية في يومك. ما شاء الله يا ديمة، متميزة. وغير القراءة إيش الأشياء الثانية اللي تحبيها؟ القراءة أنا بخبرك عن هواياتي. طيب خبرين. أنا في هذه المرحلة من حياتي ما زلت أكتشف هواياتي، بمعنى أني ما ثابتة على هواية معينة، كل مرة أكتشف هواية وبعد فترة ممكن أمل منها، لكن حاليا هواياتي الثابتة عليها العزف على مختلف الآلات الموسيقية، قراءة الكتب وتقديم الإذاعات المدرسية. وفي مرحلة من مراحل حياتي كانت هواية الطبخ، حرفيا كنت بارعة فيها، حتى أني كنت أريد أكون شيف في المستقبل، بس الآن صار لي متوقفة من سنتين ما أعرف تحديدا سبب توقفي. الله يوفقك دائما يا ديمة. طيب ديمة، بتعزفين مقطوعة موسيقية؟ للأسف ما عندك آلة موسيقية في البيت. ما أمتلك آلة موسيقية. طيب إيش بتشاركينا مشاركة ثانية؟ بخبركم عن جائزة شل للسلام المرورية. أنا اختاروني في المدرسة أكون رئيسة الفريق الطلابي في جائزة شل للسلام المرورية. جائزة شل للسلام المرورية لها أهداف تعمل على تعديل الممارسات المرورية الغير مرغوب بها في المجتمع، وتنشر الثقافة والوعي المروري، وذلك كله من أجل تحقيق جيل مروري واعي. طيب نحن كطلاب مثلا في مدرستنا أو في مدارس أخرى نعتبر جسر من المعلومات للمجتمع، بحيث أننا ننقل الثقافة والعلم لبقية أفراد المجتمع. نحن مدرستنا قامت بعمل توعويات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى أن نقوم بتنفيذ بعض المشاريع مثل المطويات، العروض، المسرحيات والإذاعات المدرسية وغيرها من المشاريع. هذا كان كله بإنجاز الطلاب بمساعدة المدرسة. ممتاز يا ديمة. معنى ذلك ديمة في المستقبل إيش تتمنى تكون إن شاء الله؟ والله إلى الآن ما مقررة إيش بكون، بس يمكن في مجال الإعلام يمكن أكون مثلك. الله يوفقك يا ديمة، نتشرف بوجودك. بتدرسي معنا ذلك مواد أدبية إن شاء الله. كل التوفيق لك يا ديمة، وشكرا لك على هذه المشاركة المتميزة. أستاذ راشد، أريد أقول شيء من فضلك. تفضلي يا ديمة. أحب أشكرك أنت أستاذ راشد وطاقم عمل برنامج صباح المدارس على هذا اللقاء الرائع، وشكرا لإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم مواهبهم المتميزة. أيضا أريد أشكر مديرة مدرستي الأستاذة أنيسة الكيومية لجهودها المبذولة في تنشئة طلاب متميزون، وأنا ممتنة جدا لعائلتي وصديقاتي على دعمهم وتشجيعهم الدائم لي واللي خلاني اكتسب ثقة. شكرا من القلب. شكرا لك يا ديمة على هذا التميز. أيضا اسمك مميز، إن شاء الله تكون كل حياتك مميزة يا ديمة. شكرا إن شاء الله. شكرا لك ديمة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لمشاركة الطالبة ديمة بنت عبد الله بن حمد الزيدية من مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي بولاية صحم، وهي في الصف التاسع. ما شاء الله ديمة تقرأ الكتب وهي مميزة في الإلقاء القصصي والشعري، وهي أيضا رئيسة الفريق الطلابي للسلام المرورية في المدرسة. فكل التوفيق بإذن الله لديمة التي تتمنى في المستقبل أن يكون مجالها في الإعلام كمذيعة. ما شاء الله اليوم يعني هناك أمنيتين في المستقبل من الطالبة قبس والطالبة ديمة معنا في صباح المدارس، أمنيتهما أن تكون مذيعتان في المستقبل. فكل التوفيق إن شاء الله لكل هذا الألق والتميز من طلبة العلم والمعرفة. أبو سالم مولانا البلد.
إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إيش هي الأشياء اللي تطلع عليها كل يوم؟ أشوف منظر شروق الشمس، وأنا أحب ألعب الكرة ويا رباتي، وأما أنا أستمتع بشرب قهوة الصباح. الآن هناك شيء آخر يمكن أن تتطلع إليه أنت كل يوم، إنه الفوز مع برنامج المميز للإدخار من بنك صحار. فبفضل سحوبات الفروع الشهرية وسحوبات الأطفال والنساء والسحوبات الخاصة والعامة التي تجرى يوميا وشهريا وفي نهاية العام، فإن هناك المزيد من البهجة بانتظار الجميع. أسرع دخر مع برنامج المميز للادخار، إنه عامك أنت مع بنك صحار. زر أقرب فرع لبنك صحار أو اتصل على 2473-0000 اليوم. لأنها عنوان الأصالة ووحي تراثنا العريق ودلالة على حسن الكرم والضيافة، تميز معنا بالطعم الأصيل من الحلوى العمانية، منتقاة من خيرات الطبيعة ممزوجة بالعسل والهيل وأجود أنواع المكسرات وأروع أنواع الزعفران، بتشكيلة راقية وعلب فاخرة. الديوانية للحلوى العمانية، تشاركك اللحظة ومتعة الحياة. الديوانية للحلوى العمانية.